السلام عليكم. دلوقتي نعمل لير خاصة بينا في البرنامج الكيو جي اي اس. اول حاجة اعملها ده الكوردينيت، لما تحرك الماوس بيبدأ يتحرك معاك، فانا عايز اقول له عايز خريطة العالم كله وورلد، فجاب لي خريطة العالم. طيب عايز اضيف مثلا خريطة بتاعت الاوبن ستريت ماب، فباجي هنا من البراوزر وبخش على الاكس واي زد وبقول له افتح لي الاوبن ستريت ماب. هتلاحظ ان المعلومات بدأت تبقى موجودة، وكل ما تعمل زوم بيجيب لك المعلومات. طبعا هنا دي ممكن تروح منزلها تحت ديت او تعكسها، وكل دول نقدر نتحكم فيهم من خلال ان انت تيجي هنا على الستايل وتقدر تعدل الستايل زي ما انت عايز. طيب عايز اعمل لير مثلا مؤقته تمبوراري، فباجي هنا واقول له نيو تمبوراري سكراتش واسميها مثلا لير اي اسم انت عايزه، وده اسم اللير فوق لير، وده فيلد. طيب اللير دي انت عايزها تبقى ايه؟ عايزينها مثلا تبقى بوليشن، تمام، اهي بحيث بتحدد مثلا المكان ده اللي هيبقى فيه المشروع او المنطقه دي اللي احنا محتاجين ان احنا نهتم بيها، وتقدر ترفعها فوق بالشكل دوت. مثلا هنا مثلا في سينا في مشروع معين هتعمله ان شاء الله، فهنيجي على اللير وهنروح هنا نقول له ان احنا عايزين نرسم بولوجن، ويتحدد لازم تكمل 3 نقاط على الاقل عشان يبدأ يتفاعل معاك، وبعد كده رايت كليك يكون الشكل دوت. نقدر نرسم اكتر من شكل، اهوت مثلا في بحيرات او في اي مكان محدد، فبدأ يجيب لي الليارات دي. طبعا دي كلها تقدر تطفيها بالشكل دوت، ونقدر نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نضيف layer notes الملحوظات لللاير ديت، او هنقول له خليها بريتمنت، تمام. اوكي طيب هنسميها اسم تاني، طيب بالشكل دوت. فاصبحت اللاير دي اقدر اديها لون معين او ستايل معين بالشكل دوت. هو بيقولك هو ان هو اللير تم حفظه بالاسم دوت، وهو حتى ارقام الحاجات اللي احنا عملناها 1 2 3، وهتلاقي هنا الليبل بالشكل دوت. يعني لو جينا نعمل واحدة كمان اهيت. طيب اللير دي عايز اتحكم فيها، ممكن اقول له ان انا عايز اشوف الاوبن اتريبيوت تيبل، فبيبدأ يجيب لي التيبل اهوت، بحيث ان انت ممكن تدخل تغير او تسمي تدي تسمية معينة مثلا اس يو اس، هو عايز ارقام. طيب ممكن تخليها ارقام مثلا بالشكل دوت،